أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن قال في أو تفرضوه، ومن قال في أو تفرضوا إنه منصوب جوز هذا المعنى فيه، ويكون غاية لنفي الجناح لا لنفي المصيص. دقينا درسي شستو چوار لدرسكاني شرحي مغني اللبيب. لم درسدا هر تاوتوي او دكينو ولكوتاي او دان خوابشتي وان بيت علي او كسانا لزانايان كواو تويانا او لأو تفرضودا منصوبة جوز هذا المعنى فيه أو معنايان ريقدا وكان معناي أو معناي كوتمان أو بمعنى إلابت أو بمعنى إلابت كبحث ما كير بيجدهن ديدلان بمعنى حتى أبو السعودي عمادي مفتي سردمي عثماني كان كملايكي كرد بوا وتفسيريكي قوري هي يعني لحجم ما بستمني لبواري معاني ومعارفه بناوي إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم أو شتيشي آوة اهتر إدام أو كيشي لقال يا تفسير أبي سعودي إما شتيشي آوة بحثك كادلي هل سروك بيش دا همزة مخشري أو يفرموه وهم قاضي بيزاوي برحمت به هم لا يشان خوار برحمت يانكا وتويانا كأو بمعنى حتى دي برد الله معنى إلا دي جا دلي وقتك عوابت أو تفسيرك عوايب ودكا لدرسي بيشو دا قلتم أقل مجال بو ديلم لخزمتان لا مجال جنبو بهر حالوا شيشانية دهلي چي دلي معنى آتك عوادة بوقتك أو بمعنى حتى به يعني هيتش متع أو مالك أو كسيك وطلاق ددا لسرينية لواقع دا يعني أجر عفرتك طلاق ددا هيتش دعوة كاريك لبيا وكناك بالنسبة ماريو كاتك أو طلاق كدي دا بيش أو بك بيا وك عفرتك يجواز بيته هنا بيت اللي خوي بعرحال لهم حالتك بياو داوا هشتشيلنا كريم مقر لحالتك ناوي ماريكا بردرابي وماريكا دياري كلابت إيه جا أم جا أقر دياري كلاب وماريكا نيوي ماري لكبت باشا ولحالك دا أقر ناوي مارينا هات بيت باشا على متعيل السرق يعني مالك كبرداختي دكا ديدا بأفرتك نقني ويمهر المثل وكولا درسي بيجدا باسمك بلام اگر لدوا او بو كبياوكه افرتكي غوازبو للايبو يتر او لسر بياوكه واجبه تواوي او كماري كي بودياري كدو بيداتيا واگر نبو تواوي مهر المثل دلاتي اما جرى يبو كتم بلاب وجالبه بهر حال لو ريانك جي خوتي كقسمان قصيلك ايه جادله اواني كدلن لزانان دلن لفي لو اعتدى او تفرضوا انه منصوب كبيان وتفرضوا منصوب بانك مقدره دوا او نقبعه بوسر تمسو او اندلن كبيان منصوبه جوز هذا المعنى فيه باشا او كاوا دلن ريغي ام معنى هذا فيه لا او تفرضوا دا لا او كذاك بمعنى الاني او كدل منصوبه رجاء معنى هذا فيه لا أو تفريض ذا كان معنى كبمعنى أو كبمعنى إلى بيت إيه جاوكات إلى تبيئة بغاتة يتر يعني وقت غا أو غاتة كتاي كده
يتر أو كاتا ويكون غاية لنفي الجناح يتر أو كاتا أو كغاد بيب ونفي جناحك يعني جناح وبر برسيارتي ويا متعيق وكو برخي دلن يا ماري وكو هندي دلن خلاصي كلام لسرتان نابي أجر جنتان طلاق دا ما دامك نتان قواستونا ونزيكيان نكراوا تا أوي كوا ماريان بودادن حالي أرزم دبي اگه ما رکی دند را چی؟ ایتر او کاتا بله نفی جناحکا ناکره و ایتر جناحکا اثبات دبه لواقع ده او کاتا اوی که دیاری کرا و دبه بیان دره تیر جا دارا غایت دبه بو نفی جناحکا نک بو نفی مسیسکا احضر باشه والعاشرو التقریبو معنای دهم زانان که دانا و تقریبیان دانا و نحو ما أدري أسلم أو ودع قاله الحريري وغيره على تقريبا ولا مشتكي عجيب وغير جاء معنا أو بلم يدو يهانزا وتوانزا شنك ابن هشام برحمة ببدلينيا هل لين قتوا لزور لكم لأقعد بلا تقريبا كلا خدي معنى جملة ودز ذيك ما بصيا على تقريبا معناه كذا ليه لمثالك أدر ذكي وكذا لما أدري أسلم أو ودع ذلا أمن نازانم أري الصلاة ذكر يا أخو حافظ ذكر شو جاو دوا قصيلة صدقة باشا جادلا أما كتير أنا أو تقريبا يعني سلامك يا وداعك يك يامبو نزيقبو جا سلامك يا وداعك بما بس في أويا ودواش قصيلة صدقة البتة حريري وغيري حريري أم معنى داناوا حريري وكا خاوني درة الغواص ملحة الإعراب مقامات حريري كاشتكي فوق العادة عزيم وقوريا اشتكي تعبتا أو وتويتي الحادي عشرة معنى دهم يانزهم عفو الشرطية دلان أو بشرطة اشتكي سيد لأضربنه نحو لأضربنه عاش أو مات باشا الله من ليدا دم بجي باشا تبجي أجر بجي يا أجر بمري يعني ما بس فيها ويا شو كهلا مثالك هيك ديله أي إن عاش بعض الضربين مات أما من ليدا دم جات أو بجي دوالي دانا كتش أو بمريت باشا ومثله هرللاي أم جماعة دقيقا بلا هل لا أو جماعتك أو عن قتوى بلا أم مثال شر أو دقينت ومثله هل يعني أو كدلنتي لآتينك أعطيتني أو حرمتني الله إجذب وأظنم حرمتني بد الله أعلم بلا حرم يحرم وأظنم بلا من دم براسي بولايتو جا شاوي بيام ببخشي شاوي كما محروم ممكن قاله ابن الشجري أم معناي بلين يانزكا أو بوشرتية باشا أما ابن الشجري وتويت ابن الشجري أو كسيكا بقول عرب دلان غني عن التعريف بيايكي فوق زور تايبته قوريو أمالي الشجري مشهورة من بستو مكتبي كي لنحو نسي ودلان نزيكي هشتاو دو برقشتي كي آوا لشوينك جاري خندو متواني كتبي كي عجيب كتبه إنسان كيفو زور قورو تايبتو نسراوي سو زور باش ومزبوطي هن أوش يانزا الثاني عشرة كوكتي متأخر أوان دام بودانا ومعنى دوانزا التبعيزو يعني أوك بو تبعيزو وشتكي سيلة وكو قالو كونو هدن أو نصار يعني وتيان إيوة بشكتان ببن الجو بشكتان ببن النصارى أما شيان نقله ابن الشجري عن بعض الكوفيين أما عنايش على ابن الشجري برحمة بي لا هندق لكوفيا كان ودي قرتوا بيش هو دنجي كمكا دنجي كمكا لا هندق لكوفيا كان ودي قرتوا نقلي كدو بلا ابن هشام قصي خويدك على سر أمان دل هو الذي يظهر لي أنه إنما أراد معنى التفصيلي علي اوي كدر دكوي بو من اونيه كابن الشجري وتيتي او بو تبعيزه نانا اونيه اوي كدر دكوي بو من لسر ام تبعيزه كابن الشجري وتيتي
بابا أنه شأن حال وهاي إنما أراد فعل أرادته ببعض الكفن أم بعض الكفينا ما بستيان ويستوي أنا معناي تفصيل يا ما بزبو معناي تفصيل باشا شون شونك فإن كل واحد مما قبل أو التفصيلية وما بعدها بعض لما تقدم عليهما من المجمل دلي لواقع ناوروكا الوقت الذي ناوروكي أو التفصيل دلي هر دانيك لويك لبيش أو التفصيلية وديت ولويك بدوا أو التفصيل لدي أبيت بريكو هنديكو بشك بوويك لبيش أو هاتوا بوويك لبيش يعني وهاتوا تشبيش أو كتشدو أوك التي لمجمل يعني تماشاكا عرضي برايخون كم بيش دا مجمل يقدر باشا دوايا بيش أوكا ودوا أوكا كأوي تفصيلية دبيت بريك وبشك لو مجملية ما بس في أوية ولم يريد أنها ذكرت لتفيد مجرد معنى التبعيضي وأن بعض الكوفيين ما بس يعني أول نبوة أنها يريد فعالي كتتب بعض الكوفيين أنها هكتتب بو أوكا وما بس النبوة أمبر لكوفيان كأنها أوكا ذكر كلاو بوي مجرد معنى تبعيض ده نا 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 بو أول نبوة يتر أوى على وايل يا مكان لا وقت هذا إيه زوجوانا أو تا إيرا توا باشا أجل بيرتان بي لسرتا دا وقت هاتي نصر بحثي أو باشا فرمي ذكر له المتأخرون معاني ينتاد إلى 12 تي متأخرين بو أو كومال معانيان باس كدوا كدقات الدوانز معنا هر لبدا باس من كركا دوايا ابن هشام برحمد بيشتكا كودك هاتو أم تنبيها لواقع دا تشك دخات السر أوي كتائسي لمعاني أو تائلهاتو إيه تنبيهن أم تنبيها بو أوي تنبيهكا يعني أم بحثيك ماوا ابن هشام بتنبيه ناوزدي دكا أو دياري دكا بو لبر أوي كوا كسي كوا فكر وكا لويكا ومتأخرين باسيان كدوا لمعاني أو يعني بجواني لي وردو بيه باشا دقيقا معنى حد شئين يا أو الأشياء ثابتة لأو دام مقد لوش تنشتان بيكا ابن هشام بخويلة دا استثنائك جا براسي وقت تو أم تنبيه دخوين يواني بود دردك بيه كي ابن هشام برحمد بيه زور زور بورديو بريكو بيكي تشكي خصوة تسر بابتك يعني جوان بو بابتك شو بحسك من أوي باشا زور تشاكو تنبيهن أفرمي التحقيق أن أو موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء وهو الذي يقوله المتقدمون وقد تخرج إلى معنى بل وإلى معنى الواوي باشا إيه. وأما بقية المعاني فمستفادة من غيرها زود زود باشا دوانزا معنا كباس كلا يكيك لوانا كالسر وبيابين بلا معنى ششم إضرابه كبل تمشاك على حقيقة راسيك أوي أو داندرا والأصل دا لأحد الشيئين أو الشيء سأقول إيرا داما يكشد بلنبوي نبيت أو الدواء خوش ويسان بيان وابين لقصكي من دا تناقضي من كالأول وباسم كالأول الشكو وتم لهندك لاي هندي زانان أو كدلن أو بو يكيق لو دوشتا يا بو يكيق لو تنشتا دي برايك بشك تعبيري لذكنو بلام ليرا دا وادر دكوي جنابي ابن هشام برحمد به امشت لقال شكا ليك جادك اتواني كمعنى يكم ببوتي بو او باشا ايه وادر دكوي جي وكا انا للاي هندي كان وشكو احد شيئا يا احد الاشياء يكيك الواقد ايه بارحال على لراسي دا او دان دراوا بو يكيك لو دوشتا
أو كذا كي يتبينينه. يعني بو إثبات حكمك بو يكيلو مثلا دولي جاء زيد مثلا أو عمرو صاروليتي استليرا كان ذاك جاء زيد أو عمرو أليرا دا شي بدزدت أو بدزدت كوا إثبات حكمك بو يكيلو مدواني يا بو زيد يا بو عمرو باشا كهر لواقع دا وكو شكاكا لسيادة غير لواقع دا غير تماشا هيدا كي بلا بارحال ليرا وايليك إيه زود شاكا وهو الذي يقول المتقدم أو وهو أو ك أو دان دراب بويك لدو شيء لدوش تكايا بويك تنشد هيا أو كيك يندقينت باشا أو اشتيك كوا يقوله أو اشتيدل تشيدل متقدم لنحوي كان يعني تماشا متقدمين كالزاناني نحوي برحمد فقد أو إثبات داكن غيري أو اشتيك إثبات ناكن باشا بلان لقل أو اشدا وقد قد لرداب وتقليلا وقد تخرج إلى معنى بل وإلى معنى الواوي هندي جار أم أو دردتي لمعنى أحد الشيئين يا أحد الأشياء أتشد بو معنى بل يا جار وابو معنى بواو أتا يعني بمعنى واو دي جار ويا جار شعنا بلدت وأما بقية المعاني فمستفادة من غيرها تماشاكا على هندي جار دردتي برو معنى بلدتي نجار برو معنى تلتي واو دتشت باشا يعني بمعنى واو دت هندي جار وكو باسكرا بلان اويك لمعاني ما وتواني فمستفادة التي من غيرها او ورجراو استفادة كراو التي اها استفادة كراو من غيرها لغير او معانينا وأما بقية المعاني فمستفادة من غيرها بقية معاني ورجلاهم لغير أو معاني أنا باشا وكو مثلا باس مانكر وكو مثلا مقامك أو دقينت كومال قرائن هيا باشا وكو قرائن مقامك أو دقينت كمثلا لو يدا بوشتي چيك بيد بو إبهام بي بو تخيل بي بو إباحة بيد نج أوي كوا لذاتي وكذا أشتبه باللواقد أي ذات شكا وأما بقية المعاني فمستفادة من غيرها بلان بقية معاني ورجلاون دتواني بلان غيرها تتو بو أوكيا بلكيا أحد الشيئين يا بلكيا معنى وكا يعني بقية معاني ورجلاون لغير أمسيانا باش لغير أمسيانا يعني أمسيا وقتك أولك هل أحد شيئين أي الأشياء جاري وأنا بلد جاري وش أنا وودي أو أي معاني كهيل وده وده لغير أمانة ورد جيلت باشا يعني هل أصلا يا حنا هل غيرها برينو بوهم أو معاني يعني ك دوانز الصيلة دركة نودة من التولاق لا لغير أو نوعان ورد جيلت بقي معاني يعني وانية ك راس وخو مثلا او بمعنى الا بيا بمعنى الا بيا بمعنى حتى بيا بمعنى تشبت بلكو بقريني حال ومقام اشتكى دردك كاليدا مثلا او بو اباحه يا بو تشكى او زور برشا تماشاكا ومن العجب امجا دتسر وردكاري بابتكا افرمي ومن العجب انهم ذكروا ان من معاني باشا صيغة افعل التخيير والإباحة باشا ومثلوه بنحو خذ من مالي درهما أو دينارا وجالس الحسنة أي ابن سيرين ثم ذكروا أن أو تفيدهما ومثلوا بالمثالين المذكورين لذلك باشا دلتي دلي لو اشتيكوا ما يسر سرمانا اوي علماء باس ينكردوا كبشق لمعاني صيغي افعل تخير اباحة باشا بشق لمعاني صيغي افعل يعني صيغي امر امر مخاطب اول علم اصول لا زوت الاشتدى قلت لي نخو لا نحو لا او بابا تتاوت وناكر علم اصول لا نزال بلاغش هذا قلت لي كأمر لأصل ببيه قرينة بوجوبة
ولا اگر قرينه يك بو صارفه بو يعني صرفي دكر لاي دبل لوجوبك اتر بو غير وجوبك عدجري اتوا اوشتيك حيال علم اصول له بقشتي لا بلا غشان لذال ليدل زاد الله بشيك لوشتا سرسور هنرو ما يتعجبا كزانايان دلن بشيك لمعاني صيغي افعل تخيير واباحية ومثلوه ومثال دي النواني باشا عرضي برايخوم كم بو او مسكولك او ومثلوه ببيتو بو مسكولك لا ذكروا والدجيل وبو او مسكولة ك صيغي افعل بمعنى تخيير اباحة بيت مثال دي النواني الان خذ من مالي درهما او دينار اما كبو تخيير به بو اباحج وجالس الحسن ايوب النسيري مثال بو دينا اف باشا باشان ثم ذكروا دوايا كدلان صيغي افعل او دقيني باسيان كدوا كبراستي او تفيدهما هما تتو وتخيير اباحة باشان باسيان كدوا او تخيرك اباحة كدقينت ولقال اوجدا ومثلوا بالمثال المسكول لذلك مثال يعني هنا وتو بمدو مثال مسكوريا كباس كلا خذ من مال درهما او دينار يا جالس الحسن او ابن السيرين لذلك بوتي وتخير اباحك يعني الله مشتكي سيده تو الله يصيغ افعل اباحه وتخير دقي يعني ام مثال عنده مثال دين يا ابوي باش عند الله لم تخير اباحه او دقي يعني اذا معلوم نبو واقعا افعل كدي يعني ها يا او كدي يعني لا او كدي يعني براستي بلكو اول واقع ده امريكا دي يعني امريكا جنا يعني اخوي قرينه لسر امريكا هيا كديجينه چونكه خو امامي رازي برحمه الله كتابه جوركي خو ده الاصول ده المحصول في علم الاصول وهو عامله بيده دلا امر بيستوك معناه ابو بذكر اجن لانه مثلا اوانيه او جوانيه كباس كده ترى زك هذا لما بحثي ده كان دلن ام تخير بحل معناه افعل ده يعني افعل كوكو امر ما بس افعل صيغه افعل نيابه هيبت وكو مثلا اسال بلكم ما بس في امر بقشتي باش ضل الامر لا اصلا بوجوب بلان بو غير وجوب بكادوك اما عن يعني مثلا لو انا تخير اباحه هذا بو امر بو امرك باش ضل اوك تخير اباحه كد يعني وبو تخير اباحه كبو الان افعلك دي جينت او مثال دينانه بو او مثال دينو لحالك ابو اوكش كد ضل التخير اباحه يعني نفس مثال دينانه أمش تكي سرسور خيانة لا حتى أنا أقول لا أوانك حاشيان كده ولا سال مغني أمش تي ابن شام بلا عريض هذا ما أنا رخني ابن شام رخني كي درس ريكو بيكا بل أنا يك مطلب هاي اللي رداك من بيلم لخدمة إيوي خوشي سبارز ده زانا عندلن إباحة تازك باس كده دو بشا بشي كي أويا بمعنى أويا كا لبيني انجام داني فعلك وترك فعلك دا يعني مخاطب صار بشكلك يعني تشأوى فعلك انجام دا تشأوى فعلك انجام دا يعني اشتكى وكو يقوايا ايه باشا جاء اميان علماء دلن اميان بسم الله الرحمن الرحيم ام باشا انا قل مخاطب سربشك بكري لبيني انجام داني فعلك وانجام ندانك يعني وقيا قوابت انجامي بدات شو انجامي ندا باشا علين ام امشي ولا اباحة بصيغي امر حاصل دبيت مثلا كو خواهي قلت فلمن كلو وشرب يعني هم اكلك مباحة هم شربك مباحة يعني مساوية شتوب خويت نخويت چب خویت او چن خویت او باشا او بلان بلا او 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 بودید بلان بشی دوم اباحه بمعنا یک منع الخلو او باشا اما بکلمه او دید یعنی مثلا تولی جالس الحسن و ابن سیرینا باشا يعني لا حسن دابني شيء لا ابن سيرين أما عرض إبراهيم خومكم أما دلنا بوم إباحية ككوالي رداء بمعنى منع الخلوة باشا يعني منع الجمعنية منع الخلوة باشا ليرة كندا أما برأي دلنا بكلمة أو
دست برده بوده تجگه باشه جا امان زنان دلن ام جا شتیکی سیری جنیه لواقه ده بودونه على اباحة یک مثال به هندره تاوانی امش شتیکی اوانیه که واد جگه رخنو جگه سرسرمان به يعني إباحك كبا أو جوريك إباحك كبا أو كي كان جوريش كي الواقع ده مثلا هل ليرا دا أقل بيرتان بيه لبحثي أو دا كفرموه مثلا بو إباحة هي الواقع بعد الطلب أو مثلا وكو مثلا جالس العلماء أي الزهادة مثلا بو نمونا إيه جاليرا كان دا دالي أو إباحك بمعنى مصاويبون لبيني انجام داني فعلك وتركي فعلك او بصيغي امر دت او اباحيك كبمعنى منع الخلوه باشا منع الجمع معنى هي منع الخلوه معنى هي باشا ايه ارزي بلاي خومكم على اوان بتشيدت سي بي دالن اوان بمعنى او كدت جاء بلا اوان باوكدت زعمجا لويدا دبيني مثالي اوكو مثالي افعلك وكو يقدر ده اما اشكالي تدانا بالاخر يعني اجابو شي ودايبني ما اشتيكي جوان الاخر ده إيه. امش رخنيه كوا ابن هشام برحمت بي بالنسبة بابتك و ديقرت ايه ثور باشا الدوايا بله ومن البي بله بالمثال المذكوري امجا بالمثالين المذكور ومثلوا بالمثالين المذكورين لذلك ومن البين الفساد فساد المعنى العاشر باشا ولواني كلنا معاني او دا دانا وبو او كفساد معنا كي بينو اشكرايا معناي دا باشا كبتي دهم بوتي بو تقريبا واو فيه انما هي للشك على زعمهم او بو تقريب نيا باشا بو شك على زعمهم لسا قماني اوان او جاوة ديارة الشك لقل او كبيش دا باسمان كد ابن شام احد الشيء ان يا الاشياء بشك داناني وكو باسمان كد حتى من اللي بيش عارزم كدن او هي براسي لان الكتابة باحد الاشياء او الشيئين تعبيرك بشك لدن برق او تعبير بكاد مالان ديرا كان دا جنابيا بلايا وصحيح نية باشا بلان بلا ابن هشام وبرحمة بي معناي الشك بو او باشا لدروي معناي او بلكو يعني بقرينة أو شتا صعب الدبلة قيدة آوة إيه زور باشا جا أمجا دالي أو لو كان دا بوچية بوشك بنا بقماني خويان وإنما استفيد التقريب من إثبات اشتباه السلام بالتوريعي وبراستي كاستفادة تقريب كلا ولا مثالك باشا يعني معناي تقريب ورجلا ولا او كلا مثال كذا لو استفادك لا ورجلا وتقريب لاثبات اشتبابون سلام بتوديعه يعني كابرا دوچار اشتباب و يعني سل اي سلاوي كدو يا اخو حفظ كدو كوتوت اشتباب ولا بدات لي حالين ابو علي سلاوي كيا يا اخو حفظ چونك اس حصول ذلك باشا مع تباعد ما بين الوقتين ممتنع او مستبعد لبروا بدس هناني اوا يعني شي يعني اشتباي سلامك بتوديعوا لقل دوري لبيني او دو وقتدا كابرا سلايوك او حافزيبك چونك حاصل بوني او اشتبايا لقل دوري كلبيني او دوكاتدا هي كاتي سلاوك او حافزيك من اياشتيك دورا چونك واقعا هروايا اشتوان نابيت كمثلا كابرا بيت فورا صلاح وشكا وحافظ اشكا اشتوان شون لبلا وقيدا
يعني دلنا من يعني سلامك لقال توديعك دلنا نزيق بوليك من نمزاني جدلا أم تقريبك أو ورد جيري ليردا لإثباتي أو ورد جيريك سلامك بتوديعك ومشتبه دبي باشا إيه چونك حاصل بوني أو كإنسان اشتباه سلامك بك بتوديعه لقل دوري أو دو وقتك هيا أنا ليك چونك السلام كاتي ديك عبر دادني شو بي لسيام دا دواي توديع أخو عبزي منع أصلا يا أقا من أجنبية دولة لواقع دا إيه زرت ساك والله هندي كاتون مثلا وكو قبا أولي داشتيكي قتوا دالله الظاهريك أو يك كابرا تحيي يك تحيي هي بوصلاو بو خو حافيسي يعني متكلمك الداخل وصلاي كل روش لا اشتي وان يما حم توجيه لواقع حم توجيه امر خنان ابن شام حمو لزي اخوانو هل حمو صحيح ودرسته باشكال باشا وينبغي لمن قال انها تاتي للشرطيه ان يقول باشا وبيويستا بوكسي كبلي انها او ديد بو شرطيه بيويستا تشيبلي بيويستا بلي أن يقول وللعطف باشا لأنه قدر مكانها وإن أويك أوي قتوى بيويستا كوابل أويك دل أو بو شرطية وكو معنى ينزى بيويستا بو أو كسبل أو بو عطف شنك اللويدا لأنه أو كسا قدر مكانها تقديري كردوى مكانها لجيقي أوكا وإن أنت لا مثالك أنتي لا أضرب أنه عاش أو مات أنتي لا أضرب أنه أي إن عاش بعد الضرب وإن مات ثالثي أو ديار اللي يدا بوشيا بو عطفة شو كبا دليل يا ولد جاكا كيدا وإن تقدير ذكاء لواقع ده إيه باشان والحق بو أمشيان والحق أن الفعل الذي باشا قبلها على معنى حرف الشرطي كما قدره هذا القائل أما قصي حق الدوي أو فعلي كوالفيش أو كوي كدلي لأضربنه عاش أو مات أو فعلي فيش وكما بس في عاشا قصي حق أوي أو فعلي كلفيش أو كوي كوكو عاش به دال على معنى الشر على معنى حرف الشرطي دلالة دكاء لسان معنى حرف الشرطي كما قدره هذا القائل أم قائلة خوي تقديري كردوا كذا رأيها إن عاش بعد الضرب وإن مات تقولتي إيه وأن أو على بابها وأو هل سر بابي خويتي لأحد الشيئين اللي مكانته ولكنها لما عطفت على ما فيه معنى الشرطي دخل المعطوف في معنى الشرطي بلام أوي هي لكاتك عطف كلاوتو بوصر شتيك كلو اشتدى معنى الشرطي لنتيجة مع توفاك تتناو معنى شرطة وترف لي تيكتوا كامل يردا أو كابو تسبب وشرطية به كالحالك أما عنيانا أواني لنتيجة دا بكدي وبكدي دوا أمهمو هنانو بردنو قصو بحثو أويا كاكي من أو معانيانا كوا بو أو باس كلاون لأصل دا أمل لقرائنا كوارد جيريان كلا دلوي أوان أو قرينانا باشا بلان لهم أم دعز معنى دا كباس كلا تايرا معنى يجي أصلي بو أو دان دراوة كأحد الشيئين يا أحد الأشياء وأو معنى أقل تماشابكي با تيروانينيكي تايبته وبوبابته كبتي بلا يشهد بالله لكوي قشتي همو دعز معنى كدا أتو أو أو كذا لبو أحد الشيئين يا الأشياء تو وتسنق الدكاء وجير الدكاء أوى إثبت الظهر باش دوايا إيمان تائرة لأو توابين صاز بخواي قولة أوى بحثي أو توابو إثبت ساكر ألا بفتح الهمزة والتخفيف أما بحثي تازية ألا بفتح الهمزة والتخفيف
با رقم و با جماره دکاته جماره شانزه یعنی ما تا استی پانزه دان ادات من باس کدو و قسمه لسر کدو او دبیتا اداتی شانزه ام اداتا الایه جا امش بحثی خوشو و تایبتی خوی لسره علیه الا بفتحه همزه و بتخفیف چونکه لو بدوك لما تواوين دتين السر إلا بكسري همزة لو تواوين دتين السر ألا بفتحي همزة بتشديد إيه ألاش معنى ألاش أما ألايا ألا ألا خمسة يوجوين لا سر بينجو يعني بينجو تيهي أم ألايا دقتكم أحدها أن تكون للتنبيه أولا سر أما باس ما كلك لألا داكم الله بابتها قصيري داكين إيرا شوينة كيتي أحدها أن تكون للتنبيه باشا فتدل على تحقق ما بعدها وتدخل على الجملتين نحو ألا إنهم هم السفهاء ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم ويقول المعربون فيها حرف استفتاح فيبينون مكانها ويهملون معناها. ابن هشام منتقده زور قوليا على يك معنى جاء ما بينج بشا بلان بيج او كا امن بتشمناو معناي بابتك بيوزك امشتتان عدسكم امتشن وشكا ليردادا لبينج وشا اقا كوي وكي دتوانين بلين بيكينا سيبا شوا باشا بيكينا سيبا شوا يكميان ألا بسيطة باشا لاي جمهور باشا يعني هر ألا يولا أصلا وادان دلو مركبنيا أما الجمهور وادلن بيشواني زمخشري كأو دل ألا بسيط نجا أوان كدلين ألا بسيطة ألاك كبوتن بها أويك دو أم ألاك قصيل إذا كان لم يجوا سدا همانا مركبة لا ابن مالك بلان بيتشواني أبو حيان أويشيان ألاك كعرضية بعرض وتعضيضة أم ألا كيس لو وهلي أو الله قصيري لكين جمهور دلين بسيطة بلان زمخشري دلين مركبة كابن هشامش برأي زمخشري دارشتو دو هميان مركبة لاي ابن مالك بلان أبو حيان دلين مركبنيا أويش دبيتا ألاي تندا ألاي بينجم كبو عرض تحضيضة ابن مالك دلين مركبة أبو حيان دلين بسيطة باشان همانا ام الا دو كلمه يجان تو تسال اوكي كان باشا لقل دلاله كديني هر كامل اسال معنا كي خوي ايش اوان كبو توبيخ وبو تمني وبو استفهام استفهام عن النفي وكل معنى شوالم ده اما لاي ابو حيان برحمت به الا كبو تمني به بو توبيخ به بو استفهام لنفي بيت ام الا دو كلمه باشا بلان اويك ابن حاج برحمد بي بلايا وترجيح قابل قبوله غيري الاك بو استفتاح ديك الدليب وتنبيها باشا اوانيك دو كلمة شنك لكافي دا دلي واذا دخلت الهمزة على لا يعني لاك بو نفي جنسا لم تغير العمل اشتيش اوايا يا لم تغير العمل وشتيك آوك وخوينين يعني تتغير برحل يعني حمزك تغير عمل نادا لم تغير العمل آوك وانتلا ومعناها الاستفهام أو العرض أو التمني على معنى كينا قوري أو دبداني بقشت جهلي لدى ابن هشام إما بصم أويا أمت مركب بسيطكي لا ناوراسي بحثك دا ودردك وإنا وشنقدك وإنا آوك كتماشيدك أما غيبون كله يسبب الحال أحد وأن تكون للتنبيه يكم دانا لم بينج أو شيء ألا أو يكواب بسبب وتنبيه تنبيه كيا تنبيه كاردكش عرض مكدون
يعني وخبر هنا نوي مخاطب صامعك بوي وآقابيتوا باشا وربكات تو كآقاد كدوتواني يا ربكات متكلمك كآقاداري كدوتواني باشا كا وجواب قريب بوي كوا تخطابك لقل دادك وتقسيك لقل دادك پیش دست بيه كدن اه باشا جا پیش دست بيه كدن با آقادار و بوي لواقع دا بزرنگي و بوشتكب چه و او بابتي كوا آراستي دكري لقيس خوي نداو لچنك خوي نداو و لدست خوي ندا لواقع دا باشا و باشتيق لو بابتي كبوي ديلي نفوته يعني و پيامك باب بناقسي و نيوچلي نگا لواقع دا جا بويا درست بو مصنف که دوای دلی مثلا فتدل على تحقق ما بعدها باشا چونکه اگر بو تنبیهک بو تنبیه نبی ام علایه تنبیهک دلالت که لسر اوی لم قصو بحثک متکلمک دیلی حقی اوی که مخاطب لی غافل نبیت باشا كاوشتي شي محقق قطعيا اجر اوانا بدلاله انك لا ستحقق ما بعدك اجابوا ام تنبيها دبي بمشي ورجيل جاءت الاوكاته فتدل على تحقق ما بعدها الدلاله دك انك الاك لسد براورد بونو جيب جيبونو بجهاتني ما بعدي ما بعدي الاك يعني ما بعدي الاك تدبي جيب جيب ديتنج باشا وباشان اما اشتيكا يعني لقل اويكا زاناني ككتويانا فرقيكي هي بمعنى هي بمعنى هي فرقيكي هي فرقك زور زور واضح حرونا استكانك بخوشي بحزك ام دلي دو اجدك يكم تنبيها مخاطبك صامعك اقادار دكاتو بوي كمتكلم قرار اشتيك بلي بصامعك بهوش بي اقادار بي شتيق لو بابتك متكلمك دل بام سامع لدستين دل واقعدا جاء امجاد دل فتدل على تحقق ما بعدها دلالتك او كاتا لسر براوردبونو جيبجيبونو بجيهناني ما بعدي الاكا يعني او الاكا بوتنبيها لازم نشاد دلالتك كما بعدي ام الايا متحققة صورتي قرتوا او بابتا جيب جيب وهاتو تجي اشتكا كامل بولا واقيدا ودوايا وتدخل على الجملتين دا تتصر دو جملة تي اسمية تي فعلية وكو الا انهم هم الصفاء صفاء واضحة الا يوم يأتيهم ليس مصرفا عنهم او يوم لواقيدا بلا يزور بي اهل ارابو الظرف بو مصرفا اگر ظرفش به بو یاتی چه بو مصروفان فرغنا که هر جمله که جمله فیله چون که یاتی بعد سال لفظ دوکه به بلان لاصلا رتبه له پیش دایا کله باب دودا باسی جمله او بابتانه ما کدو که اندیشد ل دوا و یا بظاهر اسم له پیش جمله فعلیه یا لبر او لویدا حق تقدم فعله کله واخدا و کو مثلا زادتتا سر حد جمله کان بلان بقیی اقسام الا يعني شواركانيكا باشا وانين تياندا تايبتا با جملة اسمية وا تياندا تايبتا با جملة فعلية وا بلان اما يانوكو الا كبو تنبيه بي بوصر حدو جملة كالتا اسمية فعلية بلان او كانيكا باشي شان تايبتا با اسمه وا بجملة اسمية باشي شان تايبتا با جملة فعلية وا او اشتاك باوكو خوي او اقاما ليبت وكو كليدا انهم هم الصفاء جمله اسميه مش جمله فعليه وباش نضلو ويقول المعربون فيها حرف استفتاح اهل اعراب دلن فيها لالادا الان الا اوا وقت الاعراب دا دين اعراب دا كان دلن الاتش حرف استفتاح حرفك ابو افتاح كلامك هاتو جاء اميك اوان دلن اشتكي زريف انما رخنيك كاراستي اهل اعرابيك جنابي ابن هشام برحمه الله قالتي الا اوان تشدكن اخوان فيبينون مكانها ويهملون معناها وتام الا يبلا ابن هشام وداخل حرف معانيه
ام الايا معناي تايبت بخوي هي لواقده دل اهل العرب دلن فيها لالادا حرف استفتاح حرف استفتاح يعني حرفك بودسبيكي كلامك هاتو براس فوايا دسبيكي كلامك يا جعل نتيجة فيبينون مكانها مكانك جيغاي اوك الاك كتشويا روني اكنوانا كدسبيكي كلامك يا وسرتي كلامك يا بلان ويهملون معناها معناي الاك اهمال لكن بجوي دخن جوينا دنيا لواقع باشا واتا كمعناك اويا كوا فتدل على تحقق ما بعدها لقل أوك للدسبيك وسرتاي كلامك داي ألاك بلام هاوكاتش أم معنى ددات كوا ما بعدك متحققك ما بعدك ما بعدي ألاك أو حكمك هي بدواء ألادا أو مضموني أو جملك لدواء ألادا هي متحققك يعني ديهي نتجه وكل هذا ألا إنهم هم الصفهاء إيسا إنهم هم الصفهاء دواء ألاكهات وكألا لقل أو دا حرف استفتاحة بلان لواقش دا أم بابتا أم مضمونا كأوان بعقل وقوجن متحقق بوهاتو تجيغا وهكذا لآتي دواجد قصيكي زور زور جوان الرحمة لو دايكا كوري آوي فالولك الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله زرينجيم كابريا باشا وإفادتها التحقيق وإفادتها التحقيق من جهة تركيبها من الهمزة ولا عبارتك توزود هذا بجوان بزاني ويخويني أمن كده إخوان مو أجا كسي يجزرين بأمزة معنا كده زاني وإفادتها التحقيق من جهة تركبها من الهمزة ولا باشا من الهمزة ولا بلى وباشا وهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفي أفادت التحقيق أو كفرموي فتدل على تحقق ما بعدها أم ألايا دلالة دكا لسر متحقق بوني ما بعد ألاكا يعني دواء ألاكا مزموني أو جملة چه اسمية چه فعلية كألا لسريتي أم مزمونة ديتج روبراد بيت باشا أم تحققا أم تحقق ما بعد ألا لتشي وديت دقيقا يعني كدل ألا لزمني أو داك بو استفتاح كلام بو تنبيها أم جاء أو كدواء ألاك جملة اسمية بتفعلية بمزمونة كي متحقق دبي وديتجي وروبرا دبي وحاصل دبي أم تحقق ما بعد ألا لتشو ستشاوكتو لتشي وعاتو دقتك دفرمي وإفادتها إفادة مبتدايا ها فاعل كيد تحقيق ما فلكيتي من جهة تركبها من الهمزة فلا جابوا معنا كتان ليد حالي بإفادة مبتدايا من جهة كجار متعلق بظرف مستقر وبفعل عام وظرف عفو ظرف مستقر تعلق بفعل عام وخبر كيدي يعني حاكت يتوبوا ألا أو كألا إفادة إفادة داني ألا بو تحقيق أو باشا إفادة داني ألا بو تحقيق كألا دلالتك لسر تحقق ما بعدك أم إفادة باشا جاندني ألا تحقيق ما بعدك لتشيويا لجهتي تركيب كدني ألا ويا لهم زولة لا يعني أو كألا أم تحقق دقينت لتيو دقينت ألا ودقينت كتركيب ولا همزة ولا لا أو كعرزم كدن جمهور ألين ألا كبو تنبيها بسيطة يعني مركبنيا بلا ابن هشام وشوين زمخ شريكة ولم بوچون دا كدلا مركبة
وإفادتها التحقيق من جهة تركيبها من الهمزة ولا أو عبارتك أجاندني ألا بو تحقيق ما بعدك جاندني ألا أو كما بعد ألاك متحقق دبو ربرا دبو مضمونك دتجي أو تحقيق لجهة تظل لجهة تكلبوني ألاك لدوش الهمزة للا يعني هر أوك همزكا لقل لا تيكلمان كردوا أم دوكاردكا يكم حرف تنبيها دوهم تحقق ما بعد يخوي دقين يعني ما بعد يخوي حتما ديتجيو متحقق لبيو حاصل ضبط باشا وهمزة الاستفهامي إذا دخلت على النفي أفادت التحقيق وأمجا جنابيا بابتك جوان سلكا تاوتو لك جوان يعني لرجة دريدين تماشاك علي أما بابتك وردشي تدا بلان بيش هو عبارتك تامو معناه وكم مطلبك لسريك بلم لسلوك دله وهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفي أفادت التحقيق أم جملي وهمزة الاستفهامي واوكوا حالية وهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفي أفادت التحقيق من جملة اسمية باشا دبيتها حالية لواقدا معنى تعليل لقيل يعني بو أم ألاي إفادة التحقيق ما بعدك دكات أم ألاي بوتي تحقيقي ما بعدك خوي دقينت دقتك او ام جمله وهمزه الاسفام اذا افادت التحقيق اذا دخل على النفي افاد التحقيق ام جمله حاليه معنى تعليل تدالم جمله ده باشا او دقينت جاء جناب ابن هشام برياري مركبوني الاي داوا كبشوين زمخشري دا روشتو او كزمخشري دا فرمي الا مركبة لهمزي سفام ولحرف نفي بو بخشيني معناي تنبيه لسر جيب جيك ديني ما بعد الاك وباشان ابن زمخشري دا لي اما قاعدة استفام وقت توسر نفي تحقيق دا كيني خوكوتي أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أما تحقيق يعني بله ديجين بله أويك آوايا وكما بس ذاتي الله بله توانايه لسازي نكنوي مردوكان بلان أبو حيان ردي أما طلب داتوا كابن هشام لوزا مخشري ورقتوا حربت أو رد لابن لوزا مخشري داتوا دليه ادعاء تركيب على خلاف اصلا اكو عرزم كده اميل دو ودلو اويك زمخشري بيوابوا همزه استفهام كاتي تشوسر نفي دلاله دكا لسر تحقق وتحقيق ما بعدك او خطايا وغلطه واشتباهه غلطه بو تشونك عرزي بلا يخونكم او شويناني الا باشا لبر أو شوية نكاني ألا دلالة دكان لسر أو كلاب نفينية تاوكو همزكي لسر بيت دي چون أو ادعاي أو ديكا دلالة وقت همزة وصلنا في أفادة التحقيقية دلالة زمخشري بو نابينيت بو چاويلينيا كتوبلي ألا إن زيدا منطلق أما شوية نفينية چونك الأصل ده لا إن زيدا منطلق النبوة دروز نيشتيوا باشا بلان بيجواني أليس ذلك بقادر أو التركيبك دروز تبلي وكو عربي نك وكو قرآنك نا ليس ذلك بقادر أو دروز تا بلان لا إن زيدا منطلق دروز نيا لا يليبو حمزي كيب خيط السر باشا وباشان دلاء أم ألا دي تتسرب وكل شعر دهات وتتسرني ده وكتال قراءتك دهاتو وبصر غيري أوانش كوا
لای نافی ناتی تسر تا ام همزه بخاطر سر و افاده تخفیم که چونکه لای نافی ناتی تسر و بحرف ناتی تسر حرف ایوانیا بلان ام ایرادی ابن ابو حیان که ایرادی که قویه لبابتکا ولامی دراوتا و بوکوا اصل اویا لفظی چی که داند اما ابو حیان بوده سکه که که الا مرکب نیا اوکو زمخ شرید الا بسیطی بتاو اوانی که بدو ابو حیان ده هاتونو و لسر روتی زمخ شرید روشون جوابیان داوتا دلن که که اصل اویا لفظی چی که داند رد حد لو لفظانه که هیا امشتا روبرا بکلی و جبجا بکلی اما یک دو و با وقت تو دلی دو ترکیب دویت کلمه تنبه و در چه تسر شوینانه کلای نافی ناسی تسری و کسر اینا و کسر ربا و کسر ندا باشا او هر خوی زمخشری جوابی داوتا که در فرمه و بعد ترکیبی صارت كلمة تنبيه تدخل على ما على ما لا يجوز أن يدخل كلمة له خاصك يسر جوان على الدواء أو كتركيب كلا دبيت كلمة تنبيه أتيت السر هنديشت ككلمين لا ندى توزر يعني أم تغييرات لتركيبك أدرزوا خب بلا إرادك أبو حيان قوية بلا جوابك إذا ما شريز جوابك قانا كنن ديا جوابك دل تصفى لبن أو الراس دوشت كتركيب عندك مثلا كاك ايزو ايزو التركيب قال ازما حتى اذا باشا خو مشخصه تش جمله اسم تش جمله فعليه اضافه ذكر بجمله اسم بجمله فعليه خلاصه كلام ظرفي ظرفي ظرف ابو زماني ماسي بو تعليل بكادي لاند شلون دابو استقبال بكادي لاند شلون دابو مفاجاه بكادي كلا قال ما هر او اذا تركيب كتبو بازما ابيت ذات جازمه اتن تازه د چته سرچته کپیش دا تازه ایشګه کا کارګه کپیش دا کاری نه دکره اما ل عربی دا نسائری امشته زوره بل اراده کی ابو حیان اراده کی ګوره یا بلان جوابی هه او جوابک جوابی کی قانع کننده یا و ابن هشام ج بر احمد بک کسی چی او انده زی تلوزرین بو اگای ل رخنکی ابو حیان هبوا بو محل لاعتبار بوداننا و بو رخنکی ابو حیان بويا ام بابت اللي رد ابم شو ده لذا اسبا اشتكى بيننا بيجينينا جاي خوي على شيء او كذا لي جان دني تحقيق يعني او مضمونة او جملة دواء الايا حتما ديتا جي كما لا الا ده معناها هي كفرمي أو إفادة تحقيقا لجهة أو ويك تركيب ولا همزة ولا لا أمزة تماشاك أو ظلما لحالك دايا أم ألايا وايا كهمزة استفهام إذا دخل على النفي وقت يتوصل النفي فادة التحقيق تحقيقك يعني ونحو أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى واحد بوي هتا لسنن دهاتوا كاتا دقيت آخر سورة قيامة دقيت أبي بيغمري خوفة الميتي بلان بلا يعني ولا ما كيف دهنا يعني بلا دتواني ولا إفادة تحقيق ده باشا كأو همزة شو تصنف فيك كليسة دوايا بو تكمل بوني بابا تكرر وكذا زمان قال الزمخشري ولكونها بهذا المنصب من التحقيق لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم نحو ألا إن أولياء الله وأختها أما من مقدمات اليمين والطلائعها كقوله أما والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيض وهي رميم وقوله أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر عليه زمخشري وتويتي ولبر أو ألا لكونها لبر أو ألا بهذا المنصب باشا بهذا المنصب من التحقيق لما انصبوا جيغو بيغدايا لتحقيق ولكونها لبر أو ألا
بهذا المنصب من التحقيق لم جيغو بيغدايا لتحقيق يعني لوك دلالة دكا لسر أو كما بعد ألاكا تجملة اسمية تجملة فعلية ديت جي مزمونك حاصل دبيت أو باشا علي لا تكاد تقع الجملة بعدها لا تكاد أم عبارة توزوردة لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة من حماة تلقى بالقسم إذا لبى معنا كيفكم جاءوك أتا أصلي بابتك يعني دلي نزيك لوك أو جملك كواقع دبي لدواي ألاوة مجر أو مصدر دبي بشتيك كي تلقى بالقسم كقسم بيور دجيري يعني أو جملة كبدوا ألا دادت مصدر دبي يعني بجورك دبي چون جواب قسم بچی صادر دبی چون صادر دبیت جواب قسم چون دیتجه و جواب قسم اصلا چی دبیت چی لجواب قسم دادیت امیش دقیقا نباشه و دبیت بنحوی ما یتلقى بالقسم باشه و که قسمی پیورده جیرد اوکو مثلا لدوا قسم و جمله جواب قسم جاری و اینو اسم خبره که ایتی جاري والد وجواب قسمه قول بان فعل مزارع يا شتي شكي لامي لسر لامي جواب قسم يا اخوان جاري والد وجواب قسمه كان نفيدت كلاس الجمله يا كمسلم طب شاكي دقيقا امش دلت شنك قسم بو تحقيق امش بو تحقيق ام الايا ريك دلي مصدر دبيت باشا يعني صادر كراو دبيت باشا بوشتي كوا جواب قسمي في صادر دكتور وكو ألا إن أولياء الله إسه إن أولياء الله كجملة اسمية كسرتاكي بإن يا إن دبيتا والله إن زيدا قائما أما جملة اسمية جواب قسمة رك أمش دير دا إنو اسم خبركي بوتتي بدو ألا كدادت باشا إيه جالست بموضوع لا تكاد تقع الجملة أأوى الجملة وقمان نتشت فاعل تقعوي بيت باشا أأبا من نكتيك تكا أقاداري أو ابن الجملة وانية فاعل تقعوي بيت الجملة اسم تكادوا تكادوا اسمك الجملة إيه أمجا تقعو دبيتا خبري تكادوي عرض براي خومكم فاعلي تدا مستطيل وكو زميرو عرض براي خومكم دتتو بو جملكا باشا اتر تكادو واني الزميري تدا بيو بچتو بو علاكا باشا إيه زور باشا بويا دلين جملة اسم تكادو تقعو عفو بل لا تكادو الجملة تقعو آوايا لا صلى الله باشا تكادو زمير تدا مستطير نيا اسمك يبدا ميك تتوبو ألا باشا چونك أقر آوابت بلين تكادو اسمك تتوبو ألا تقع الجملة دبيت خبرك تي لفيدا دبيت باشا خبري تكادوي خالي دبيت لا مرفوعك الدني اسمك مرفوعك الدني زميرك كبتتو بو اسمك جاء وقد غيا لشعر دا هاتوا ولا غير شعر دا كاتب اشتيكي زوزور نادرة اولا بابي افعالي لاقص لاخو انبابتا وافعالي مقاربة دعو أم بابتها يكا خبري أمانة عادة دبي زميري كتدا مستطيل بلا وقعدة باشا بتتو بو اسمك لا وقعدة جا أقر بلاي تكادو ولا اسمك زميري وتتو بو ألاو أم جا تقعو فعلي مضارع والجملة فاعلة كيتي أم فعلة كبوت خبر بو تكادو خالي دبيت لزميري كبتتو بو اسمك
چون که فعل هر کاتب بدوایده اسم ظاهر هات طبیعتی حال وایه او کد زانین هر کاتب فعل بدوایده اسم ظاهر هات بو بفاعلی تازه خو زمیلیت دا مستطیر نیه لواقیده جابویا الجمله اسم تکادو تقع خبر کیتی اولتا تگنس لواقیده او خاله ضروری بوکوا بلم لا خزمتان دا زور باشا و پاشان دلی و اختها اما هاو نوعکی علا که اما یوکو باس ما کلو پیش من مقدمات اليمین و طلائعها لا سرطاکانی سوین دو ولا طلائعکانی او ولا طلائعکان یجی باشا و طلائعها والطلائع أو مقدمة وطلائعها لا عرضي بلا يخونكم لو نسخي من ذاك للاما تيب يظلا أوك طلائعها نسراوة باشا دوايا طلائعها بمؤنس ظل لك الشاف ذا هاتوا وأختها التي هي أما من طلائع اليمين ومقدماتها يعني أصل آوايا باشا إيه؟ من طلائع اليمين ومقدماتها مقدمات الطلائع دبي ما بس فيها وبيت إنا لم نسخ كي كده طلائعه هاتوا باشا جاء مقدمة ومشخصة كبتي ظلن بلان طلائع جمع الطليعية طلعة الجيش من هي بكو ملك للشكريكا دلن كلابيت زيشكا ودرون بوي طلعي عدوكا بزانن طلعي عدوكا يعني او ناحية وجيهتيك دشمنك اليا كشفوكا او بيان دلن طلعا باشا ودلي وهاو نوعكي ألا كبو تنبيها كأمايا او جل مقدمات يمين الطلعي عكيت وكو مثلاها أما والذي لا يعلم الغيب غيره ويحل عزام البيض وهي رميمه جاء لي رداء دوستين والله شعرك إعراب دكينو دوستين أو دواتي رجاء قشتك ما بو عرسان لكن شوك كاتا كمان لايدا لواقيدا أم شعره شعر دوائي أول اللي يولى بعصي أما داخل من باشا أم شعرائي حاتمي تائية أو صخي تبع قورك كلا عرب دابوا أي باشا عزامي بيل يعني ويس قال سبياني نيوني كوا خلاصي كلام قشتين فيونا ما وصبي دردك ونمزاخري كداب قولك أنا على سوين دخون بو خواك و غيب نازان جگلو و يس خسب يكان زندو دكاتو كلا حالكا بولكيون اترم زبابتكي كولا دواهاتو اما وحرف تنبيها واوك حرف قسم الذي اسم موصولة مجرورة بواوك لمحلة جارم تلقنا بمحذوفك وكأقسموا عند جواب قسمك اما ليرا داني دبي لبيتي دواي دابت لا لاينا فيه يعلم فعل مضارعة الغيباء مفعول به كيتي غير فاعل يعلم أم جملة صلي موصلك محل الإعرابينية إيه وأم جاء عائدكش أو زميليك غير بلا إضافة له وتمضاف إليه وكوي عاطفة يحيف لمضارعة إيه باشا فاعلكي هو تيلا مستطيلة تتوب الذي أم جملة عاطفة بوسط جملة صلي محل الإعرابينية وكوي العزامة مفعول به كيتي البيضة دبيت الصفات بوتيبه عزامة واكو حاليه هي ضميري مرفوع منفصل مبنيه لسر بل لسر فتح محل مرفوع مبتدا يا رامي مخبر كده ام جمله اسميه لمحل نصب حاله التي لا عزام ورابطكش ضمير واو شايل كمان لودا كاما ليردا كلفش قسم لها توكذا لي واختها اما من مقدمات اليمين لمقدمه لسرته يعني اكو شلون مقدمه الجيش او كومالا لاشكرن كلفيش ودرون جيغا خوش دكن بو او كلاشكر كلت شوينك بارغو بنا خاو خلاص كلام اصراحات كان طلاعش او جماعه كوا وكو دبيني وكو ارزم كدن لبيش دا درون كناحيه دشمن لواقعدا نقدر بيش دا درون هل او كومالا جيشن كوا كشفي او شو ندى كان كدشمن لشويا جا الله هاو نوعكي الاك امايا لمقدمات يمين لطلائع كانيتي لطلائع ومقدماتي
تبع عادة بو بتشتوا ولا كده بو باشا يعني دبيني أمالي ردا لفش قسم دهاتوا يعني أما مقدمات سويندا باشا يعني بوا حاتوا شيء كردوا الواقع ده أوي كردوا يعني سرتاي سويندا كي وأم أماي حاتوا كشف جهة سويندا كي كردوا الواقع ده تقوليتي جما ما بس أو بكوا شنك أم ألايا لجيغو بيجيك دايا لتحقيقو لبراور دك الدنو بجيهناني مضموني جملة قيدو أي خوي نزيكا أو جملة كواقع دبي جملة لدواي ألاوا حتما مصدر دبيت دس بيكراو دبي بويني أوشتي كيتلقى بالقسم القسم توريجيني بتجواب القسم وكو ألا إن أولياء الله إسبد وألا دا إن أولياء الله هاتوا كالنفس شدة تواني ببيت الجواب قسم لشوينك دا وضع تواني بلي والله إن أولياء الله بغير القرآن والله إن أولياء الله لا خوف على لهم يحسن أي توليتي جامد الله أماش كهو نوعي أوا لمقدمات يمين يعني لبيش سوين دا وديت وكو أمشي على أما والذي أها بدوا أما دا والذي هاتوا يا وكو أمشي عليك أما والذي أها باشا وكو أمشي عليك أما والذي أبكى وألحك والذي أما تواحيا والذي أمره الأمر أمشي على لبحث أما دا معناش ما كدو إعرابيش ما كد كليلات الناتين والسري كتعي بحث كمانا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.